بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هذه هي الحقيقة التي يريد الله سبحانه وتعالى للناس في كل زمان ومكان أن يفهموها وأن يتعمقوا فيها وأن يجعلوا كل حركتهم في الحياة منطلقة من خلال وعيهم لما هو مقام الله في مواقع عظمته، ولما هو موقع العبد أمام ربه. ما هو حجم الإنسان؟ وما هو حجم الله في نفسه؟ فالإنسان هذا المخلوق الضئيل حجماً أمام جبروت السماوات والأرض، وأمام هذا الحجم الضخم الذي يتمثل في الأكوان، أكوان السماوات والأرض. فالقمر كون، والشمس كون، وكل كوكب من هذه الكواكب كون بنفسه، وإن بدت صغيرة لنا في المدى البعيد الذي تعيش فيه. والأرض بجبالها وسهولها وبحارها وأنهارها وكل المخلوقات فيها هي أكوان. فمن أنت أيها الإنسان في حجمك؟ ما هو حجمك؟ كم تساوي في عالم المادة من حجم؟ وإذا رأيت حجم الكون كله فتطلع إلى من خلق هذا الكون، من خلق السماوات بكل أفلاكها، ومن خلق الأرض بكل أبعادها، ومن خلقك أيها الإنسان. لقد انطلق الخلق كله بالحق، ومعنى الحق أن لكل ما في السماوات وما في الأرض سراً في القوانين التي أودعها الله في كل ظاهرة من ظواهر الكون. فللشمس قانونها ومدارها، وللقمر قانونه ومداره، ولكل شيء منهجه ومساره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما في هناك شيء يتحرك على سبيل الفوضى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لذلك عندما تتصور هذا الكون فإنك تعرف أن هناك نظاماً في كل الموجودات، حتى أن بعض العلماء الذين يكتشفون أسرار الطبيعة يقولون إن
نظام الذرة التي هي أصغر حجم في الكون يساوي نظام الكون كله، يعني نفس الشيء. هذا قانون الزوجية في الكون ما يقتصر على الإنسان وعلى الحيوان، ومن كل شيء ومن كل خلقنا زوجين اثنين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كل شيء في ذكر وأنثى، في موجب وسالب، في الذرة التي لا ترى بالعين المجردة إلى الجبل الضخم، إلى الكرة الأرضية، نفس القانون واحد. كيف أن الله نظم هذا الشيء؟ لذلك حتى الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله لأن قلوبهم في غفلة عنه، حتى هؤلاء اذهب إلى كل مواقع العلم في العالم، في أوروبا، في أمريكا، في روسيا، في كل الأماكن الموجودة في العالم، اذهب إلى مواقع العلم فسيحدثونك أن في كل ظاهرة في الكون سراً وقانوناً اكتشفه الإنسان في بعض مواقعه ولم يكتشفه. يعني العلماء لا يتصورون وجود فوضى في الكون، ما في فوضى، كل هناك نظام، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولكنهم يبحثون عن هذه القوانين حتى يكتشفوها وحتى ينتفعوا بها وحتى يقيسوا الأمور عليها. ولذا ألم ترى، تشوف، تتطلع في ملاحظاتك البصرية وفي ملاحظاتك الفكرية، ألم ترى أيها الإنسان في رؤيتك في وعيك، إذا تأملت وتدبرت وبحثت وفتشت، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ فليس هناك شيء في السماوات والأرض إلا وهناك حق في داخله، والحق هو هذا السر الذي أودعه الله في الأشياء وجعل للأشياء امتدادها في الوجود ونظامها في الكون من خلاله. هذا القرآن اكتشف بالأساس إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه ثم بعد ذلك، ومن الحق الذي أودعه الله في الإنسان أن الإنسان لا يملك حياته، فأنت لم تصنع حياتك، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل صنعت أنت حياتك؟ كيف تصنع حياتك قبل وجودك ولم تكن موجودا؟ أو خلقت صدفة؟ كيف يخلق الشيء من لا شيء، شيء الممكن في وجوده الذي لا حتمية لوجوده من لا شيء؟ هل صنعك أبواك؟ ومن الذي صنع أبويك وصنع أجدادك وأجداد أجدادك وما إلى ذلك؟ هو الله. إذا كنت لا تملك في داخل وجودك سر حياتك، وكان الله هو الذي أودع الحياة في داخلك، فأنت محتاج إلى الله في كل شيء، لأنك عندما تحتاج حياتك في أصل وجودها فأنت تحتاج كل تفاصيل الحياة. خلق لك هذا الجسد من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وهكذا حتى سواك رجلا أو سواك إنسانا، ثم أودع فيك الروح، ثم هيأ لك في الكون كله
ما ينمي لك جسدك من طعام وشراب، وما ينمي لك عقلك من كل مواقع العلم والفكر والتجربة. وهكذا سار بك ولم يجعل في سر وجودك في الدنيا سر الخلود، فليس هناك في الكون خالد، إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. ومن هاي الآية نفهم أن الفكرة اللي تقول أن الخضر حي خالد إلى آخر الزمن، هذه الآية تنافيها. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أنه شرب ماء الحياة وظل، القرآن يقول ما في. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم هؤلاء الذين يشمتون بك ويتمنون موتك، أفإن مت فهم الخالدون. لذلك الله لم يجعل لك سر الخلود في وجودك عندما أودع سر الحياة في هذا الوجود. وإذا كان كذلك فأنت الضعيف جدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت فقير إلى الله في نسمة الهواء التي تتنفسها، فإذا حجبها الله عنك فكيف تتنفس؟ وفي قطرة الماء التي تشربها، وفي حبة الغذاء التي تأكلها، وفي هذه الأرض التي تتحرك فيها، هل تملك أمام الله شيئاً تستطيع أن تشعر فيه باستقلالك وبغناك؟ أنت الفقير المطلق، فقير في كل شيء، ولا غنى لك إلا من خلال غناه، ولا حياة لك إلا من خلال إرادته. أما هو فهو الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه، حتى أنه لا يحتاجك في طاعتك له، فطاعتك غنى لك وليست غنى لربك، ومعصيتك فقر لك وليست فقرا لربك. إن يشأ لا تتعالوا، لا تستكبروا، لا يحاول أحدكم أن يضرب الأرض بقدمه أو يرفع كتفيه، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تجعلكم طاقاتكم وما تحصلون عليه من مجد وجاه ومال وما إلى ذلك تشعرون فيه بالقوة أمام الله، لتستكبروا، لتقولوا كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، لتنكروا فضل الله عليكم وحاجتكم إليه. لا تفعلوا ذلك، ولتأملوا كيف كنتم عدما وأعطاكم الله هذا الوجود. ومن يملك حياتك يملك موتك، ومن يملك وجودك مجيئك يملك ذهابك. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، لأنه القادر على كل شيء، هو الذي يحيي ويميت وإليه ترجعون. أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. أين آباؤكم وقد كانوا يعدون بمئات الملايين؟ وأين أجدادكم
ألم يذهبهم الله ويأتي بكم خلقا جديدا وسيذهبكم الله عندما تنظر إلى ولدك يولد، أعرف أن ولدك هو الخلق الجديد الذي سوف يمتد بعدك، ستذهب ويبقى ولدك. لذلك حاول أن تتعرف عظمة الله في خلقك وخلق السماوات والأرض بالحق، أن تتعرف عظمة الله في موتك وموت من حولك، من قبلك ومن بعدك، وأن تتعرف حاجتك إلى الله وفقرك إليه وغناك عنه، لتتواضع لربك، لتعبده كما ينبغي له أن يعبد، ولتكبره كما ينبغي له أن يكبر، ولتسبحه وتحمده وتهلل له كما ينبغي أن يسبح ويحمد ويهلل. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز.